سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أولا أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الحصايا دائما سباقة في الجمعيات القومية النوبية لم الشمل وللتشاور دائما، فأنا بشكر جمعية الحصايا. ثانيا أنا بشكر اللجنة المنظمة، وهذا له دلالة كبيرة بأن القومية مشاركة في السراء والضراء سواء في الدائرة الأولى أو على مستوى محافظة أسوان، وقومية لا يستهان بها ولا تهمش. فاسمحوا لي أنني أبدأ بالسيرة الذاتية. الاسم تاج النصر حسون محمد صالح، العنوان أسوان 84 شارع الدكتور محمد ياسين أليان بجوار مرور أسوان. تاريخ الميلاد أقول ولا ما أقولهوش؟ 24/2/53. الصفة عامة، الحالة الاجتماعية متزوج، الجنسية مصري، الموقف من التنكيل نهاية الخدمة العسكرية. التلفون 012-196-7565، 097-23-12-27-4. المهنة صاحب شركة توريدات. طبعا السيرة الذاتية دي كانت طلبت مني، فكان وقتها العمل الحالي رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة أسوان. الخبرات السابقة، أول أمين تنظيم شباب الحزب الوطني محافظة أسوان عام 78، الهجرة إلى المملكة العربية السعودية من عام 79 حتى 99، عضو نقابة النقل البري لمحافظة أسوان، عضو اتحاد الصناعات المصرية وجمعية التنمية الاجتماعية لجزر الشلال محافظة أسوان سابقا، عضو جمعية النقل النهري في محافظة أسوان سابقا، رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة أسوان دورة 2008-2009. المؤتمرات والندوات، مؤتمر رئيس سوهاج القومي بوجود الدكتور عبد الحميد حسن ومحافظ الدكتور جلال أبو الدعب وأمين الحزب الوطني عبد الراضي أبو دومة أوائل عام 79، دورة تدريبية شباب الحزب الوطني بالقاهرة أوائل 79، دورة ترميم مهارات المجالس المحلية بجيزة سقارة شهر 11/2008 والحصول على شهادة امتياز بنجاح في الدورة. أكثر من 13 ندوة علمية بمحافظة أسوان، الأمومة والطفولة، مياه شرب أطفال الشوارع، وبعض الندوات مع الوزارات المعنية المختلفة في عام 2008-2009، ودي السيرة الذاتية. البرنامج الانتخابي بيتكون من اربع نقاط، وهو اهداف، خطط، اداء، ونتائج محتمى. اولا اهداف البرنامج: الالتحام بالمواطن، متابعة الشباب، متابعة احوال المحتاجين، تطوير البنية التحتية والتنظيمية، انشاء واستكمال مشروع الحلم لشباب اسوان جامعة اسوان، مساواة كافة ابناء الدائرة في الخدمات والاتصال، اعادة الدائرة الرابعة بالاشتراك مع اعضاء مجلسي الشعب والشورى. الخدمات الاجتماعية. ثانيا الخطط: الالتحام مع المواطن والمواطنين من خلال نزول الشارع والاستماع لشكواهم والتحاور معهم وطرح حلول محتملة وخلق نوع من الألفة بين أبناء الدائرة. الاتصال المستمر مع أبناء الفئات المختلفة والطوائف
متابعة الشباب، القضاء على البطالة بإيجاد فرص عمل بالتساوي لأبناء كل منطقة وفئة وطائفة، مع عدم التميز بين أبناء المناطق والطوائف المختلفة. ب تطوير خدمات للشباب، منها النوادي الرياضية بمختلف أنواعها. ج التواصل مع الشباب ومحاورتهم والاستماع لأفكارهم ومعرفة أهميتها والتطوير الآخر. متابعة أحوال المحتاجين، جمع معلومات حقيقية عن المحتاجين في الدائرة، وضع حل المشكلات التي تواجه المحتاجين من دعم مادي، عمل، سكن، مشكلات اجتماعية. الاتصال بالمسؤولين في التضامن الاجتماعي لرفع مستوى معيشة الفرد. البنية التحتية، خطة سنوية لتطوير وتحسين البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وإنارة لكافة المناطق بالتساوي دون تميز. الاتصال بالمسؤولين بالأحياء المختلفة والتعاون مع أعضاء مجلس الشعب والشورى ورجال المحليات لتحقيق بنية تحتية جيدة. الإشراف الجيد على البنية التحتية والتأكد من الجودة. المطالبة باستكمال الجامعة، دعم المشروع، تدليل العقبات، استكمال هيئة التدريس، استكمال المباني، توفير المواصلات للجامعة، مساواة أبناء الدائرة في الخدمات، مساواة الفقير والمتوسط والغني في الخدمات، مساواة أبناء الديانات المختلفة في الخدمات، إلغاء المحسوبيات والوصائف، استرجاع الدائرة الرابعة، الاتصال بالمسؤولين والمعنيين من هيئات وأحزاب ومجلسي الشعب والشورى، إظهار أهمية وجودة الدائرة الرابعة لاحتياج المحافظة. ثانيا الأداء، الاتصال المباشر بالمواطنين، تحديد يوم لكل منطقة للاستماع لشكواهم والمقترحات، وضع حلول للمشكلات العامة، حوار مباشر مع الشباب وأفساح الصبر لهم، الاتصال بالمسلم والمسيحي، التواصل مع الفقراء والمحتاجين، الخدمات العامة، المستشفيات والعلاج والمحميات والطرق والإنارة. وعودي لكم أن أكون بينكم ومعكم، ألا دل أحد بطرق بابي طالبا العون بما لا يخالف القانون. أن أتعاون معكم لنجعل من دائرتنا دائرة متطورة ومميزة. إن استقبال شكواكم وأسمع صوتكم ومقترحاتكم. أن ألتقي بكم جماعات وأفراد، أن ألتقي بجمعيات الخيرية والاستماع لأبناء المناطق المختلفة في الدائرة الأولى، أن أعمل على توفير المبالغ المخصصة للدعاية الانتخابية لمساعدة الفقراء، تفعيل القانون، أكون حلقة وصل بين المواطنين والمسؤولين في المحافظة والحكومة للتواصل حلول ونتائج. إن أصل إلى المناطق المحرومة وأطلع بنفسي على مناطق نفسي في الخدمات والعمل على تطوير وتحسين الخدمات لهذه المناطق. كل برنامج نتائج محتملة، تواصل بين الجميع، تحسين الخدمات المتعددة، تقليل نسبة البطالة، احترام القانون، إلغاء المحسوبية، ازدهار التعليم بوجود الجامعة، تحسين الخدمات الصحية، القضاء على المشكلات الاجتماعية والمورثات القديمة ومنها التعصب، تحسين أحوال الشباب، الأمان الذي يشعر به المواطن، والله الموفق لما فيه الخير للبلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.